مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حياكم الله في حلقه جديده من برنامج حياتنا، مواضيع اليوم مختلفه، راح نطرحها معاكم انا وزميلي سلمان، مساك الله بالخير سلمان. مساك الله بالنور وسرور اخوي احمد، مسي بالخير على متابعي برنامج حياتنا ومشاهدي تلفزيون قطر، في حلقه مثل ما ذكر اخوي احمد حلقه مليئه بالمواضيع اللي راحتهمكم باذن الله سبحانه وتعالى في يوم الثلاثاء في منتصف هذا الاسبوع. هذه الحلقه مشاهدينا الكرام راح تكون فيها كوكبه من المتحدثين في مواضيع مختلفه احمد من خلالها نحاول نحن مثل ما عودنا الساده المشاهدين صحيح. نواكب تغطياتنا للفعاليات المختلفه بالاضافه طبعا لتغطياتنا المختلفه والتقارير المصوره وايضا النقولات الخارجيه وفي موضوع قريب اكيد. موضوع قريب وبعد اسبوع بالتحديد مشاهدينا الكرام، من الان بدات الاستعدادات لليوم الرياضي للدوله والذي يصادف الثلاثاء المقبل، حيث بدات الجهات المختلفه اعداد مخطط احتفال لهذا اليوم، بهدف نشر ثقافه الرياضه المجتمعيه ليكون انطلاقه مميزه لحياه ذات نمط صحي. بالفعل اخوي سلمان، حيث ياتي اليوم الرياضي اللي هو يوم الثلاثاء من الاسبوع الثاني. من شهر فبراير من كل عام حيث يتم تشجيع طبعا الجميع خلال هذا اليوم على المشاركه في انشطه رياضيه مختلفه مع افراد الاسره وايضا زملاء العمل مشاهدينا الكرام اقيم اول يوم رياضي في دوله قطر في عام 2012 حيث تم تخصيص هذا اليوم لممارسه الانشطه الرياضيه <applause> عفوا بهدف الترويج للرياضه وتثقيف المجتمع المحلي حول الطرق التي تؤدي الى تقليل المخاطر الصحيه المرتبطه باسلوب الحياه بالفعل زميل سلمان وطبعا مثل امراض طبعا فض <applause> الخوي سلمان مثل امراض القلب والشرايين والسكري وايضا لتحقيق هذه الاهداف تقوم العديد من وزارات الدوله وشركات القطاع الخاص بتنظيم العديد من الفعاليات الرياضيه لموظفيها وللجمهور العام مشاهدينا الكرام، الجدير بالذكر ان اليوم الرياضي ياتي تنفيذا للقرار الاميري رقم 80 لسنه 2011 وهو فرصه كبيره للتقريب بين فئات المجتمع من خلال الرياضه اعتمادا على المبادئ الرياضيه مثل بناء روح الفريق والوحده والاندماج والمشاركه واللياقه البدنيه والصحيه. طبعا بالاضافه الى الانشطه الرياضيه العديده في جميع انحاء الدوله يركز هذا اليوم ايضا على الثقافه القطريه من خلال هناك العديد من البطولات المختلفه الرياضيه التراثيه مش بس مقتصره على الانشطه خلينا نقول المعتاده الرياضيه ولكن هناك انشطه تراثيه تتنافس عليها الجهات مثل الالعاب الشعبيه اكيد اخوي احمد يعني جميع جهات الدولة تشارك الاحتفال بهذا اليوم الذي يعتبر اول يوم رياضي على مستوى العالم مدفوع الاجر بالنسبة للمواطنين والمقيمين نعم. على ارض دولة قطر، وجدير بالذكر بعد احمد ان دول كثيرة من دول العالم والامم المتحدة ايضا احتذت بدولة قطر في تخصيص يوم رياضي مدفوع الاجر للموظفين من اجل نشر ثقافة الرياضة. اذا هذه دعوة للجميع بالتفاعل في هذا اليوم ومشاركة افراد الاسرة وايضا الموظفين والخروج في أماكن عامة ومختلفة في أماكن صراحة متنوعة تقام فيها الفعاليات الرياضية أكيد أحمد قبل الحلقة كنا نتكلم عن الطرق والمواصلات صحيح. لذلك إحنا عندنا خبر وهو افتتاح هيئة الأشغال العامة أشغال جسر ونفق جديدين على تقاطع مسامير حيث تم فتح هذا الجسر بشكل جزئي اللي يوفر تدفقا مروريا حرا بين شارع روضة الخيل وطريق المنطقة الصناعية بطول 1000 و300 متر بالفعل كما تم فتح نفق بطول 450 متر ليربط الحركه المروريه القادمه من طريق الدوحه السريع في اتجاه طريق المنطقه الصناعيه سايك خوي سلمان نشوف هذه التفاصيل مع مشاهدينا الكرام في هذا التقرير انجاز جديد دشنته هيئه الاشغال العامه اشغال وذلك بافتتاح جسر ونفق جديدين على تقاطع مسيمير وهو ما وفر تدفقا مروريا حرا بين شارع روضه الخيل وطريق المنطقه الصناعيه بطول 1300 متر فضلا عن افتتاح نفق بطول 450 مترا من طريق الدوحه السريع في اتجاه المنطقه الصناعيه وتزامن الافتتاح مع ازاله التقاطع الضوئي الذي يربط بين شارع روضه الخيل وطريق الدوحة السريع وطريق المنطقة الصناعية وهو ما ساهم في فك الزحام وتحقيق سيابية مرورية كبيرة في المنطقة التقاطع الجديد يتالف من ثلاثه مستويات وهو الاول من نوعه في قطر نظرا لاحتوائه على تسعه انفاق توفر تدفقا مروريا حرا كما يبلغ طول اعمال التقاطع سته كيلومترات ومائه متر حيث يتكون التقاطع من ثلاثه الى اربعه مسارات في كل اتجاه لتستوعب نحو عشرين الف مركبه في الساعه في الاتجاهين ويعتبر تقاطع مسيمير أول تقاطع في قطر يربط ستة طرق رئيسية وهي تقاطع مسيمير وطريق الدوحة السريع والجزء الجنوبي من طريق الدوحة ومحور صباح الأحمد وطريق المنطقة الصناعية وشارع روضة الخيل كما يحتوي التقاطع على جسرين رئيسيين اخرين يصلان بين شارع روضة الخيل وطريق المنطقة الصناعية في كلا الاتجاهين وتقاطع مسيمير بالجزء الجنوبي من طريق الدوحة السريع في اتجاه واحد وهو ما سيحقق انسيابية كبيرة في حركة المرور في كافة الاتجاهات هذا ويقع الطريق في منطقه تحتوي على العديد من المرافق الحيويه وعلى راسها استاد الثمامه احد ملاعب كاس العالم خصوصا وان التقاطع سيتضمن ثلاثه جسور للمشاه تؤمن وصول الجماهير الى استاد الثمامه دائما ما نشكر هيئه اشغال على تنفيذها هذه المشاريع وكل يوم قاعدين نشوف مشروع كل يوم نشوف جسر ونفق الله يعطيهم العافيه صراحه على جهودهم المتواصله. كلمه الشكر احمد ماتوا فيهم حقهم مشاهدينا الكرام ننتقل من هيئه الاشغال العامه اشغال الى قطاع التعليم حيث دشنت وزاره التعليم والتعليم العالي نظام معادله الشهادات الدراسيه، راح نتعرف على هذا النظام في سياق هذا التقرير. تشجيعا لطلاب المدارس الخاصه الراغبين في اكمال دراستهم الجامعيه داخل الدوله او خارجها دشنت وزاره التعليم والتعليم العالي المرحله الاولى من خدمه تقديم طلبات معادله الشهادات المدرسيه الكترونيا معاملة لا ما تستغرق أكثر من يومين إلى ثلاثة أيام يكون العمل منجز إذا كانت المعاملة مكتملة الأركان إذا كان في أي نواقص في في المعاملة أيضا النواقص بيتعرف عليها ولي الأمر يعني بيجي له رسالة على على الهاتف اللي هو دخله إن مطلوب منك استكمال بعض النواقص بمجرد ما يرجع ويحملها على النظام يعني سلسلة جدا بسيطة للحصول على معادلة شهادات المدرسية الوزارة ستواصل استلام طلبات التقديم يدويا من الطلبة الحاصلين على الشهادات المدرسية من خارج الدولة إلى حين جاهزية المرحلة الثانية من النظام جمعنا معاكم مشاهدينا الكرام تدشين هذا النظام الخاص بوزاره التعليم والتعليم العالي ومن هذا التقرير راح ننتقل اخوي احمد الى اولى فقراتنا الحواريه. وهذه الفقره اللي نتكلم فيها عن الجمعيه القطريه للسرطان ودورها الكبير صراحه في محاربه هذا المرض، خلونا نشوف مشاهدينا الكرام هذا التقرير ونرجع بعدها نتكلم مع ضيفنا. القطريه للسرطان هي جمعيه خيريه انسانيه غير ربحيه تكرس الجمعيه جهودها للوقايه من مرض السرطان وسبل علاجه حيث تركز على تطبيق برامج التوعيه والوقايه التي تهدف الى رفع نسبه الوعي لدى افراد المجتمع والعاملين في مجال الرعايه الصحيه حول هذا المرض كما تتوجه الى مرضى السرطان والمتغلبين عليه والى عائلاتهم لتوفير الدعم النفسي والاجتماعي وتقديم الدعم العاطفي والمالي الخاص بالعلاج على حد سواء دوله قطر قطعت شوطا كبيرا في مسيره التصدي للسرطان مسترشده في ذلك بما ورد في الاستراتيجيه الوطنيه للسرطان في سبيل التخفيف من اثار هذا المرض والبناء على ما تم انجازه في هذا المضمار من اجل تحقيق الرفاه الصحي للمجتمع القطري مشاهدينا الكرام، بدأت الجمعيه القطريه للسرطان تنفيذ مخططها السنوي لعام 2020 بالعديد طبعا من الفعاليات والمؤتمرات الكبرى في قطاعات التوعيه والدعم لمرضى السرطان. نعم اخوي احمد حيث تسعى الجمعيه في زياده نشاطها والتعاون مع القطاعين العام والخاص. في العديد من المجالات وذلك استكمالا لجهودها في العام الماضي والذي يعتبر عام الإنجازات والنجاحات للجمعية القطرية للسرطان على كافة الأصعدة من حيث حجم الاتفاقيات مع الداعمين وأيضا من جانب عدد المستفيدين من صندوق دعم مرضى السرطان طبعا الحديث أكثر عن هذا الموضوع سعدنا أن نستضيف سعادة الشيخ الدكتور خالد بن جبر الثاني رئيس مجلس إدارة الجمعية القطرية للسرطان سعد الله مساك دكتور حياك الله معنا مساكم الله بالخير سعيد جدا في وجودي معكم سعداء جدا ايضا بتواجدك معنا في حياتنا بدايه لو نتكلم ونحن على في بدايه طبعا عام 2020 عن اهم المناسبات اللي تنتظر الجمعيه خلال هذا العام بسم الله الرحمن الرحيم طبعا المناسبات كثيره ولكن بما ان احنا اليوم يصادف اليوم العالمي للسرطان ودائما الاحتفالات أو ببرامج التوعية بالنسبة لليوم العالمي للسرطان تكون في فبراير لكن في قطر قبل أربع سنوات اتخذنا قرار إحنا في الجمعية بأن يكون لدينا يوم قطري إحنا نحتفل فيه يكون فيها فعاليات على على مستوى كبير جدا دائما آخر يوم جمعة في شهر فبراير يكون هو مناسبة للجمعية القطرية للسرطان للاحتفال وتقديم التوعية بشكل مميز ومختلف هذا لا يعني ان احنا توقف نشاطنا لكن نشاط مستمر بشكل يومي الفعاليات اليوميه موجوده الفعاليات الاسبوعيه موجوده التدريب في مركز التدريب عندنا شغاله طول الاسبوع فانشطه مختلفه كثيره المدارس الجامعات زيارات الطلبه كلها يعني مثل ما يقولون عندي في هذا الشهر اكثر من 100 وزياده من الفعاليات ما شاء الله تبارك الله فالحمد لله ولكن طبعا الاشهر القادمه بعد فيها فعاليات اكبر وفيها مفاجات ان شاء الله اكبر خاصه ان يعني مثل ما تفضلت 2019 كان فيها نقله نوعيه للجمعيه على كل المستويات ويمكن بس بقول معلومه بسيطه ان احنا في 2018 كان عندنا 35 ألف شخص اللي هو التفاعل المباشر اللي يسمونه 1 تو يعني شخص لشخص بالنسبه للتدريب طبعا ضغط على الجماعه بحيث ان احنا نوصل الى رقم اكبر اليوم بكل فخر في 2019 تعدينا ال 40000 يعني إن شاء الله. والارقام ان شاء الله تكون زياده هدفنا توصيل المعلومه والوعي بشكل بسيط ولطيف جدا من فئه الاطفال الى الى الكبار إن شاء الله نعم احنا نتكلم دكتور عن جهود الجمعيه، الجهود هذه الايجابيه لا شك ان فيها فريق متميز من حضرتك ومن وجود طبعا عدد من الاشخاص الذين تحتك اللي يقومون على مثل هذه البرامج والفعاليات. والله شوف اذا اذا نجي نقول الحق الحق يجب ان يعطى لاهله فيمكن اقل شخص يعمل في الجمعيه انا. الموظفين الجمعيه سواء القطريين او اخواننا المقيمين سواسيه ما شاء الله عليهم جودهم واضحة و... ومبينة الأهم من هذا دور مجلس الإدارة في, في, في رسم السياسة العامة للجمعية وهي اللي وصلتنا لهذا المستوى الانطلاقة اللي كانت أنا أعتبرها إعادة انطلاقة في 2019 تفكير نوعي بشكل مختلف تماما تفاعل يعني إذا إحنا تكلمنا عندنا أكثر من 88 جهة داعمة للجمعية إذا تكلمنا عندنا 20 اتفاقية تم ابرامها في عام 2019 ف 2019 يعتبر عام انجازات كبير جدا بالنسبه للجمعيه. يعني ما شاء الله عام 2019 كان نقله نوعيه مثل ما تفضلت دكتور ولكن من الامور اللي يعني احنا دائما نثني عليها ونشكركم عليها ونقول عسى الله يكتب اجوركم عليها وهو صندوق مازم. الدعم. نتعرف ونعرف الساده المشاهدين اكثر على هذا الصندوق دكتور وعدد المستفيدين منه. صندوق الدعم يعني كما تعلم الحمد لله الدولة في خير وفي نعمة والقطريين يتم علاجهم مجانا سواء في قطر أو خارج قطر لكن من أكثر من من سبع ثمان سنوات لاحظنا في مشكلة بالنسبة لإخواننا المقيمين العلاج مكلف ويعني على قد ما نقدر نتكلم فتكلفة العلاج ما هي بسهلة ولاحظنا أنه في كثير منهم يضطر أن يعود إلى بلده حتى يستكمل العلاج فهذه اصابات مسجله علينا وفي نفس الوقت احنا لدينا ولله الحمد القدره في في مستشفياتنا في في دوله قطر على علاج الان مركز الاورام او انا احب اسميه مستشفى الامل اللي هو الاسم القديم له اصبح متميز ويعالج اكثر من 85% من الحالات تعالج فيه سواء القطريين او غير القطريين. فنشات هذه الفكره ومباركه من مجلس الاداره وابتدانا هذا الصندوق. والحمد لله بخير من الله سبحانه وتعالى وتوفيقه الى نهايه 2019 تم علاج اكثر من 1400 يعني بالضبط 1402 حاله ما شاء الله بمبلغ اجمالي قدره 16 مليون و500 وكسور يعني زياده 5 مليون ونص عن 2018 فالاعداد في ازدياد لان سكان قطر في ازدياد العمر بالنسبه لمعدل العمر في قطر بدا في ازدياد ففي اصابات تظهر متاخره فالحمد لله هذه يعني خير المجتمع القطري لابناء المجتمع القطري ولما نتكلم المجتمع القطري كما تفضل صاحب السمو يعني قال مجتمعي اللي هم القطريين والمقيمين فهذول جزء من المجتمع وهم يخدمون في هذا المجتمع فهذا واجبنا احنا ان احنا على الاقل نؤمن هذا الجانب ولو بشكل بسيط. صحيح. اذا هم تقريبا اليوم اتصفح الموقع دكتور 45 جنسيه يتم طبعا علاجها والتعامل معها الله يعطيكم العافيه. وشفت ايضا دكتور احنا التقرير كان في ايضا مجموعه من الاطفال، دوركم دكتور مع الاطفال الصغار. شوف كل عائله نعم. لديها طفل اصاب اصيب بل بل باي نوع من انواع الامراض السرطان، طبعا مؤثر جدا عليهم. نعم. ولكن مثل باقي الامراض واكتشاف مبكر وعلاج موجود فالحمد لله نسبه شفاء الاطفال نسبه كبيره جدا. بكل فخر اقولها من 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 هذا التلفزيون الطيب من هذا المنبر الطيب انه عندي شباب قطريين في عمر العشر سنوات 12 سنه هم يعني الله من عليهم بالشفاء وهم واجهه للجمعيه وهم يتواصلون مع الاطفال المصابين الاخرين في زيارات دوريه للمستشفى في هدايا تقدم لهم آه شوف لازم نفرق احنا ما ننظر للاطفال بعين الشفقه احنا ننظر انه هو مريض مريض حال حال اي مريض ثاني وممكن يتشافى ويتعالج لانه يحتاج الدعم هذا لا يحتاج الشفقه يحتاج الدعم وهذا اللي ركزنا عليه نعود للكبار آه قضيه دعم المتعايشين المتعايشين يعني آه الارقام يمكن عندكم انتو آه آه للا لما نقول متعايشين اكثر من 2400 شخص او 2500 شخص ما يحضر الرقم بالضبط لكن نتكلم عن ناس مصابين في الفتره الحاليه وناس الله من عليهم بالشفاء فهم يحتاجون المتابعه ويحتاجون وجودهم في وسط اخوانهم المصابين واخواتهم المصابين يعطيهم م. دعم كبير اكيد انه يشوف ان الامل موجود فالحمد لله يعني هذه كلها غيرت النظره المجتمعيه بالنسبه للاصابه بالمرض وحتى الوقايه والعلاج منه والتركيز على الوقايه يا جماعه. دكتور في اكثر من مره يمكن تناقشنا في هذا المحور ولكن انا احب اركز عليه هو قضيه قصص الالهام اللي تكون من المتعافين من آه هذا آه المرض. اليوم دوركم في الجمعيه ودور المتعافين معكم في قضيه التوعيه وبث روح الامل في المصابين بهذا المرض. آه الحمد لله يعني نجحنا في هذا الموضوع بشكل متميز. وأتكلم بكل ثقة يعني عندي أخوان قطريين وأخوات قطريات بعضهم ما عنده مشكلة يخرج في الإعلام وبعضهم يتحفظ لعدم خروجه في الإعلام ولكن أعطيك مثال اليوم إحنا تعاوننا مع وزارة الصحة ومؤسسة حمد وثيق جدا من, من إنشاء الجمعية عندنا مكتب في مؤسسة حمد في مستشفى الأمل في حال إصابة أي سيدة وتسجل عندنا أن هي مصابة ورايحة للعلاج يكون فريق نسائي من المتعايشات من المصابات يعني السابقات اللي الله من عليهم بالشفاء او ممن خاضوا التجربه وما زالوا في في فرصه التجربه حتى الوقوف مع السيدات ومثل ما يقولون الاخذ بيدهم خلال الفتره الاولى، لأن يعني الفتره الاولى هي عصيبه تعتبر لاي انسان يعني. وارجو ان الكل يفهم قضيه السرطان ليس قضيه موت يعني الاصابه بالسرطان عندنا امثله كثيره على الناجين. ليست النهايه. ليست النهايه. انا اتكلم اليوم عندي المسجلين عندي في الجمعيه واللي يترددون على الجمعيه اكثر من 120 122 شخص شاء. ما بين رجل وامراه طبعا في كثير ما ما يحبون يشاركون تجاربهم لكن في اكثر مستعدين فهذه يعني نظره المجتمع تغيرت الفكر تغير ومثل ما اكرر واعيدها للمره المليون ان نهدف الى 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 تحسين الصحه كنت تتكلمون عن اليوم الرياضي وهذا شيء طيب احنا دائما ندعم الرياضه لان الرياضه تقلل الاصابه بنسبه 40% ما شاء بشكل عام غير غير انها بالنسبه للقلب والشرايين والسكر وكل شيء فاحنا مثل ما يقولون نبرز الصحه العامه وليس فقط على قضيه السرطان نعم. سوف تاكيد هي الجمعيه طبعا غير ربحيه ودوركم كبير ل يعني لو قلنا في متطوعين حابين يشاركونكم ويكونون جزء من هذه الجمعية في بث الأمل ويشاركونكم مثلا في الدعم أيضا دكتور كل العمل اللي تشوفه نعم كل مناسبة للجمعية في نسبة من الموظفين ونسبة من كبيرة من المتطوعين في المجال التطوع مفتوح التطوع آه هذه فلسفتي أنا كم تقدر تعطيني أنت دقيقة في الشهر ساعة في الشهر يوم يومين ثلاثة هذه على حسب مقدرة الإنسان التطوع ليس عمل إجباري التطوع أنا والله عندي الويكند هذا فاضي ودي اخدم فيه فاحنا نتعامل مع المتطوعين بهذه الطريقه ما نتعامل معهم انه لا بوقت اللي نحتاجه في في مناسبه لا انت ايش تقدر تسوي؟ مو أنا ايش اقدر اسوي لك؟ احنا موجودين لخدمه على طول ادخل آه على الموقع آه 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 على الموقع او او على عندنا, عندنا آه 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 برنامج ممكن تحميله على الاجهزه الذكيه من من الابل ستور او حتى الجوجل بلاي أو ممكن التواصل فيه عن طريق الجمعيه وهدفنا من البرنامج يعني نجحنا بشكل جزئي وانا ودي انه ينجح اكثر يعني او الابلكيشن مثل ما يسمونه بالانجليزي التواصل لان في كثير من الناس ما ترغب يعني يبغى يسال اسئله ويحس انها محرجه هو ممكن بكل بساطه على من هاتف النقال ممكن يتواصل مع الجمعيه عن طريق تنزيل البرنامج برنامج الجمعيه والتواصل معنا بشكل سري جدا لاي سؤال لاي شيء يعني حتى الحالات يعني احنا في 2019 حولنا 88 حاله من كشف مبكر وهذه كانت من خلال مناسبات غير الحالات اللي يتصلون فيني يطلبون ان احنا نحدد لهم مواعيد واليوم الحمد لله التعاون مثل ما قلت موجود ومريض سرطان من يشتبه فيه خلال 48 ساعه لازم يكون عنده موعد في المستشفى ويشوفه طبيب ويشخص فالاجراءات سريعه ما عادت مثل الاول فالحمد لله يعني والبرنامج اتمنى يعني يمكن هذه غلطتي انا قبل لا اجيكم مفروض اعطيناكم البرنامج بحيث انه ينزل هو سهل دكتور من خلال محرك البحث ممكن المشاهد الكريم صحيح. يحصل هذا البرنامج سواء مثل ما تفضل في الاب ستور او حتى في جوجل بلاي ولكن دكتور نرجع لقضيه مهمه ممكن تفضلت في بدايه حديثك بالحديث عنها وهي الشركاء والداعمين للجمعيه القطريه نعم. للسرطان طبعا صعب اني اعددهم كلهم لكن الشركاء متفاوتين في شركاء بالدعم المادي في شركاء بالدعم في الفعاليات في شركاء بالنشاط نفسه يعني مستعدين انهم يقومون بالنشاط ولكن الاهم هو توقيع الاتفاقيات وصار لنا دور في المؤسسات الكبيره في الدوله حتى الوزارات يعني كثير من الوزارات الان فريق العمل يذهب الى الوزاره حتى يعني احنا ودنا انهم يكونون عندنا في المركز لكن المركز مشغول طول الاسبوع ف الاوقات قد تختلف، لذلك فريق العمل يذهب الى الوزاره نفسها او الى المؤسسه نفسها، ويقومون بالتدريب هناك. وإحنا لما نتكلم عن التدريب ما نتكلم عن ايام، نتكلم عن ساعتين، ثلاث ساعات بحد اقصى، انت ممكن تغير الفكر عندك. لكن احنا ليش نطلب زياره المركز؟ لان عندنا مطبخ متكامل نسميه المطبخ الصحي. ما شاء الله. واللي نركز فيه على الغذاء، من الاطفال الى الكبار. في ورش نسائيه، في ورش للرجال. وفي للاطفال، فهذه نعم. يعني حتى عندنا صالة رياضية للاطفال فقط. ما شاء الله، داخل المركز. داخل المركز، فلما الله. يجي الطفل نعلمه ليش فائدة المشي، فائدة الكروس ترينر الاثقال هذه كلها، وفي نفس الوقت مجسمات على الاشياء الضارة والاشياء اللي فيها فائدة. نعم، اخوي احمد ممكن في كذا لقاء الدكتور تحدث عن نقطة ولعلنا ننتهي فيها في هذا اللقاء، هو قضية التوعية بالاقلاع عن التدخين. ممكن بس نختم هذا اللقاء بهذا آه الجزء اللي مركزين عليه بشكل كبير عندكم في آه الجمعية طبعا لا يخفى على حد التدخين قد يكون عنصر مساعد في, 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 في الإصابة وإحنا آه يعني تبغون نتكلم بصفتي كرئيس لجمعية مكافحة التدخين اللي ولا كسرطان <applause> يعني حقيقة الآن في جهود حديثة في جمعية مكافحة التدخين إن إحنا طبعا هم في تعاون وثيق بين الجمعيتين ليس بصفتي رئيس في ولكن في المجال في مرتبط وهي جمعيه أشهرت اقل من سنه والان في طور انجاز برامج لها لكن احنا دائما نقول يعني خطوره التدخين موجوده مم. الانسان يجب ان ينتبه مو بس التدخين حتى العادات السيئه الثانيه الله يعطيك العافيه سعاده عفيتو. الشيخ الدكتور خالد بن جبر الثاني رئيس مجلس اداره الجمعيه القطريه للسرطان شكرا على وجودك اليوم معنا في برنامج حياتنا الله يعطيك الف عافيه شكرا لكم شكرا لك دكتور اذا مشاهدينا الكرام مثل ما تفضل دكتور من خلال تلفونك الحين سواء كان اب ستور او حتى جوجل بلاي حمل التطبيق الجمعيه القطريه للسرطان وحاول اخوي احمد حتى تتوصل. لو عندك وقت بسيط انك تتطوع في هذه البرامج او تدل الاخرين على مثل صحيح. هذا التطبيق وتدلهم على جهود الجمعيه وفعالياتهم احنا مشاهدينا الكرام اخوي سلمان ايضا راح نتوقف مع هذا الفاصل ونواصل بعدها فقراتنا ان شاء الله مشاهدينا الكرام، احتفلت اليوم مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع بمرور 25 سنة على تأسيسها، على مدار هذه السنوات دأبت مؤسسة قطر على تعزيز الابتكار ودعم قطاع البحوث على المستوى الإقليمي وأيضاً المستوى البحثي. نعم، كما دعمت المؤسسة مساعي تنمية المجتمع وثقافة أيضاً التعلم مدى الحياة وإعداد طبعا ألمع العقول لمواجهة التحديات المستقبلية الكبرى من خلال إطلاق أثمن المواد على طبعا الإطلاق وهو الإنسان بكل تأكيد الحديث أكثر مشاهدينا الكرام سعدنا أنكم معنا في الاستديو السيد خليفة عيسى الكبيسي وهو مدير إدارة العلاقات الإعلامية والمكتب الصحفي بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع خليفة سعداء جدا بتواجدك معنا في حياتنا وكل الشكر على تلبية هذه الدعوة أنا أسعد بالعكس أي وقت يا مرحبا بعيسى عيسى، اليوم طبعاً تم الاحتفال بمرور 25 عام على هذه المؤسسة العريقة اللي تحتها العديد من الجامعات وأيضاً الكثير من المؤسسات التربوية والتعليمية وكان فيه لقاء جميل شمل جميع الموظفين نتكلم عنه بداية قبل الحديث عن إنجازات المؤسسة. طبعاً اليوم الحفل اسمه مؤسستي هو عادة حفل يقام كل سنتين أقيم لأول مرة قبل سنتين من الآن. وهذه النسخة الثانية لكن النسخة هذه مميزة جدا وكانت بحجم أكبر وتفاعل أيضا أكبر بسبب ال 25 سنة ذكرى تأسيس قطر فونديشن من عام 1995 مؤسسة قطر إلى اليوم عطاءات كثيرة احتفلنا فيها اليوم لذلك الموضوع كان أيضا جدا عاطفي لمؤسسين المؤسسة بتواجدهم اليوم طبعا شرفتنا صاحبة السمو الشيخة موزة ناصر وعدد من الوزراء الكرام أيضا في الدولة وقطاعات كثيره من القطاع الخاص والعام. الفعاليه كانت اساسها طبعا تفاعل مع الموظفين مع مجتمع مؤسسة قطر، حضرها تقريبا ما يقارب بالخمس آلاف شخص حتى من من قطاعات مؤسسة قطر المختلفه، صعب نشوفهم في يوم واحد في تحت سقف واحد، فكان المكان تفاعلي جدا، كان في ايضا فعاليات اكتشف مؤسسة قطر، مواضيع كورنرات تعليميه بحثيه تناقشنا فيها في مواضيع، ايضا كان في حلقه نقاشيه مهمة اليوم أقيمت تحت إدارة الإدارة الحلقة النقاشية سعادة الشيخ أهند بن حمد الرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر وحضرها أيضا شركائنا من جامعة قطر مثل بالدكتور حسن الدرهم ولولو الخاطر أيضا من وزارة الخارجية كذلك أكسون موبل وأيضا من الشيخ محمد بن حمد الثاني من وزارة الصحة العامة فكان أيضا كلنا نتكلم عن الحوار وكيف المشاركة أسهمت في إنجاز ال 25 سنة وكيف ممكن تعاون أيضا أكثر؟ جميل يعني أخوي خليفة لو أسألك أبرز إنجازات مؤسسة قطر في 25 سنة نحتاج يعني حلقات مش بس فقرة ولكن نبي نمر على بعض المحطات أو أبرز المحطات اللي نجحت مؤسسة قطر على مدار 25 سنة أن هي توصل للمجتمع وتكون داعمة للعلم والبحوث. صدقت طبعا أخوي سلمان هو طبعا مؤسسة قطر تحت مظلتها تقريبا ما يعادل 60 مؤسسه اخرى ايضا صعب ان احنا نذكرها كلها بانجازاتها مؤسسات قامت لسنوات وعملت الكثير للمجتمع ايضا القطري وخارج حتى قطر لكن بشكل عام من اكثر الاشياء اللي احنا اول شيء ناشر عليها لما نتكلم عن انجاز مؤسسه قطر هي المدينه التعليميه كمشروع متكامل لان المدينه التعليميه هي مدينه تعليميه بالمسمى لكنها ابعد من ذلك بتاثيرها ايضا طبعا مثل ما تعرفون في مراكزها البحثيه، في انشطتها المجتمعيه، اليوم هي فاتحه ابوابها طبعا بالكثير من الشراكات، فاتحه ابوابها ايضا الشركات الرائده الصغيره مثلا مثل سوق تربه للمزارعين، في عديد ايضا الكثير، الحقيقه انجاز مؤسسه قطر يكمن في رؤيه الانسان القطري الناجح المتعلم اللي سواء في مؤسسه قطر تعلم او شارك حد في نقاشاته في مؤسسة قطر لان اللي غير طالب مش طالب مثلا في المدينه التعليميه في اي مرحله من مراحلها هو بد انه مثلا شاهد برنامج نجوم العلوم في التلفزيون مره من المرات صحيح او كان حد من زملائه مشارك في مثلا مناظره قطر في احد المسابقات لذلك تاثير مؤسسة قطر دخل كل بيت احنا مؤمنين بهذا الشيء وشفناه اليوم وشفناه عن طريق ايضا شركائنا اللي حضروا اليوم وقالوا لنا بنفسهم هذا الكلام واطلقنا العديد طبعا صراحه من الامثله اللي احنا سلطنا عليها الضوء في فعاليه اليوم واليوم هي طبعا تعتبر بدايه حمله ال 25 سنه لكن السنه هذه كامله بتكون فيها العديد من الفعاليات بنتكلم فيها عن انجازات المؤسسه لان مثل ما تفضلتوا الموضوع مش موضوع آه يوم واحد لكن سنه كامله ويلا يلا احنا نغطي ان شاء الله, إن شاء الله الانجازات المؤسسه ايضا فتح البوابات للمجتمع ودخولهم الى داخل المدينه التعليميه وجود ايضا الـ المترو معزز حتى صار عند الناس ثقافة وش المدينة التعليمية وهذه طبعا اللقطات الآن اللي قاعد نشوفها إضافة إلى طبعا القطار الذي يتجول داخل المدينة التعليمية اللي هو الترام وإضافة إلى المباني الحديثة نتكلم عن تطور 25 سنة من المباني الفخمة وأيضا من التكنولوجيا اللي دخلت المدينة التعليمية المدينة التعليمية بدأت اليوم إحنا حتى اليوم استرجعنا بعض الذكريات هذه بلقطات فيديوهات و وأشياء قديمة كانت بمشاركة طبعا وجود صعبة سمو حتى في معظم اللقطات وتشاركنا القصص أيضا مع بعض في فعالية اليوم اللي طبعا هذا إلهام لكل الموظفين المؤسسة نبي نتذكر مع بعض بدايتها بدايتها مدرسة كانت أيضا إطلاقها اللي هو أكاديمية قطر ثم هذه المدرسة فتحت فروع أخرى عشان توصل من الدوحة إلى الخور الى اماكن مناطق اخرى في الدوله بعدين صار ايضا المدارس التخصصيه اذا احنا بنتكلم الحين عن التعليم قبل الجامعي في سلسله قطر فونديشن او مؤسسه قطر التعليم قبل الجامعي في هذه المدارس اللي كان انشائها الهدف منه توفير تعليم نوعي للمجتمع بمستوى طبعا عالي بالاضافه الى المدارس التخصصيه مثل العوسج للصعوبات التعلم اليوم احنا عندنا ايضا مدارس في التوحد، مدارس اكاديميتي مثلا اكاديمية اكاديميتي واستيم للهندسه، الفكره اللي تشمل المدينه التعليميه وتشملهم كلهم هي ان مؤسسه قطر مكان للجميع، فانشائها لمدارس اوليه كانت مدارس اكاديميه قطر ثم الاماكن الثانيه، ثم ايضا جلبها للجامعات العالميه، هذا كله كان يصير في وقت واحد ف مؤسسه ترى عمرها 25 سنه في عمر المؤسسات هذا عمر ليس بالطويل جدا صح. خاصه احنا نتكلم تعليم انت تنميه مجتمع وبحث علمي لذلك الموضوع ياخذ اطول من من هذا الوقت طبعا لرؤيه انجازات المؤسسه حتى بالشكل الكبير مع ذلك المؤسسه جابت هذه الجامعات بناء على تخصصاتها واضافت ايضا جسر اكاديمي يوصل الناس من اللي ما يقدرون يدخلون في هذه الجامعات الى يدخلون في هذه الجامعات الفكره الرئيسيه ان يكون المؤسسه مكان للجميع وساهمت طبعا بتدعيم هذه المنظومه بمراكز البحثيه اللي تواجه التحديات بايضا المراكز المجتمعيه اللي تحافظ على ثقافه هذا المكان من العالم اكيد يعني حتى لما لما تقول المؤسسه مكان للجميع هي بالفعل بكل ما تحمل الكلمه بمعنى مكان للجميع بالمرافق اللي موجوده ايضا اضافه الى الجوانب العلميه في المدينه التعليميه ولكن اليوم خلينا نتكلم عن شركاء النجاح اللي وقفوا مع المؤسسه في سبيل هذا التطور اللي شهدناه والانجازات اللي لمسناها في السنوات الماضيه. هو صراحه كل من امن بمشروع مؤسسه قطر في يوم من الايام هو شريك لهذا النجاح. سلطنا اليوم الضوء يمكن بشكل كبير على مؤسسين مشروع مؤسسه قطر. لكن ايضا احنا نتكلم عن كل من صراحه ادرج ابنائه في هذه المنظومه، في كل من عمل في هذه المنظومه فيما بعد ايضا هو شريك في هذا النجاح، كذلك طبعا احنا اليوم لما جبنا على المسرح شركائنا المحليين من القطاع الخاص والعام، ايضا هذه رساله كبيره ان هذا الشيء ما كان لينجز لولا دعم الوزارات الموجوده والمسؤولين طبعا على راسهم في ذاك الوقت اكيد صاحب السمو الامير الوالد. الشيخ حمد بن خليفه ال ثاني وصاحبه السمو الشيخ موزه كونهم مؤسسين مؤسسه قطر وهذه الرؤيه الثاقبه اللي احنا اليوم نشوف ثمارها تعطي وطننا الحبيب ايضا في كل التحديات اللي تواجه دوله قطر اليوم دوله مؤسسه قطر احد الاسلحه الناعمه اللي ترد على كل الاتهامات ترد على كل الـ ايضا التحديات اللي تواجهها الدوله بالتعليم بالبحث العلمي بالانجاز بالفكر. نعم. نتكلم ايضا ابو عيسى عن بيئه عمل حقيقه ابداعيه قاعده تنتج وهذا النتاج يعني قاعدين نشوفه ونلمسه في مؤسسه قطر وايضا خارج المؤسسه نتكلم عن اليوم هذه المواصفات اللي قاعد تزرعونها في هذه البيئه طبعا احنا نحرص دائما ان احنا نسوق لمبادئ معينه في قطاع العمل منها طبعا المسؤولية منها أيضا الشفافية ومبادئ أربعة رئيسية احنا دائما نسوق لها داخليا في حملاتنا للموظفين أيضا من أنا يمكن بديت المقابلة ان قلت أن خمسة تقريبا شخص من مراكز متعددة اليوم حضر فعالية مؤسستي أنا أكد لكم أن اليوم بفعالية اليوم وفعاليات أيضا أخرى دائما نحرص عليها نتاكد ان كل مراكز المؤسسه بتشعباتها بخدماتها القطاع تخدم قطاعات مختلفه لكنها ايضا تتوحد في رؤيه واحده وتتوحد تحت شعار شجره السدره لمؤسسه قطر فهذا الشيء احنا اعتقد نفتخر فيه كون ان كلهم تقريبا يعكسون مبادئ تقريبا تقدر تشوف الشخص وتقول هذا موظف مؤسسه قطر سواء في كان في اي مركز من مراكزه. هذا شيء طبعا للموظفين الداخليين لكن في اشياء ايضا احنا اخرى مؤسسه قطر حقيقه مؤسسه عصريه في مبانيها وايضا في طريقه عملها عندنا ساعات مثلا مرنه للموظفين تشجع على العمل داخل خارج ساعة ايضا المكتب يمكن ما يخلى مبنى من مباني المدينه التعليميه من نادي صحي مثلا في كافيهات في مطاعم في في ملتقى اللي هو مركز الطلاب هي بيئه صراحه ايضا تساعد على المشي قريبه من بعض وقريب من اليوم الرياضي بعد وقريب من اليوم الرياضي فاحنا ما نوجد حتى صعوبه في تنظيم فعاليات مثل اليوم الرياضي بصراحه لان م. المؤسسه تقوم بفعاليات رياضيه طول السنه. جميل اليوم ايضا اخوي خليفه يعني اكيد اليوم هو يوم احتفال ولكن المؤسسة مؤسسة قطر ماضية في سبيل تحقيق رؤيتها وتحقيق الإنجازات تلو الإنجازات فخلنا نتكلم عن مشاريعكم أو مشاركاتكم القادمة في مؤسسة قطر خلال الأيام المقبلة طبعا إحنا عندنا الكثير من المشاريع في مؤسسة قطر طبعا أساسا إحنا مركزين على 25 سنة في هذا الوقت لكن اليوم وقعنا أيضا اتفاقيات مع مثلا جامعة قطر مع لجنة الإرث 2022 وايضا بعض المؤسسات الاخرى كانت الهدف منها ان احنا طبعا شلون نساهم بشكل اكبر في ونتعاون بشكل اكثر في مجال مثلا مثل جامعه قطر في مجال البحثي جميل. ومجال التعليم شلون ممكن الاستفاده من اللي انبنى داخل مؤسسه قطر ايضا من شهور من الان احنا عملنا ايضا كانت في ذكرى عشر سنوات لواحه العلوم والتكنولوجيا واحه العلوم والتكنولوجيا اليوم فيها شركات عالميه عالميه آه وكلها نابغه في مجالها وممكن الشركات القطريه تشترك وتقرب منهم وفي برامج عديده آه اللي تكون آه ال يعني ممكن تتعاون مع هذه الشركات العالميه. الجاي في مؤسسه قطر هو الاستفاده من ما هو موجود من قطاعات من امكانيات وكذلك البناء على ما هو ايضا آه تم تجربته في مؤسسه قطر، مؤسسه قطر فيها ميزه ايضا أنها هي مؤسسه ديناميكيه، مؤسسة مرنة ممكن أن تضيف لها وتشيل منها بطريقة سهلة أيضا لذلك هي تحتوي أي حاجة اليوم الجامعات الموجودة كلها بناء على حاجة كانت في وقت من الأوقات وأيضا مراكز المؤسسة مثل مثلا لو ذكرت أنا مثلا مركز السكري ومركز مثلا الحوسبة وقطاع الطاقة والبيئة هم اختيارهم في ذاك الوقت بناء على حاجة لكن أيضا في الصندوق القطري لرعايه البحث العلمي اللي يمكن لو ما شملتك هذه الحاجه ممكن يكون هو ايضا مكان ان احنا نشوف وندرس الطلب والبحث هذا ونضيف له شيء ونشتغل عليه أكيد. ونتطور مع بعض نعم اذا العديد ايضا من المؤسسات التعليميه موجوده تحت مؤسسه قطر للتربيه والعلوم ولها ايضا دورها الكبير ونتكلم ايضا دخولكم في مجال رياده الاعمال وتعزيز طبعا روح الابتكار أنا ذكرت على يمكن عجالة برنامج مثل برنامج نجوم العلوم. نعم. برنامج نجوم العلوم يمكن الحين صار له 11 موسم في كل موسم يشاركون فيه مثلا من مقدمين ومن آه والناس اللي ينقبلون يدخلون في مراحله 30 <applause> 40 باحث عربي مثلا فالمجازين منهم تلقى مثلا 10 يصلحون وهاي مخترعين هذا في 11 سنة هذين تأثيرهم مباشر في ريادة الأعمال لأنهم يعملون وحريصين يمكن لو واكيد انتم تتابعون برنامج اليوم العلوم لانه يقام ايضا على تلفزيونكم الكريم. برنامج اليوم العلوم يعمل في لجنه التحكيم على ان هذه الاختراعات تكون قابله للتسويق، قبل أن تروح السوق وتساعد وتسد حاجه في المجتمع. لذلك هذه كلها رياده اعمال بالاضافه الى ذلك واحه العلوم والتكنولوجيا فيها برنامج ايضا لتطوير وتسريع المشاريع الانشائيه لل الطلاب لل ايضا الحابين انهم يقدمون على برامج ودعم من الواحه في جامعه اتش اي سي باريس مثلا جامعه معنيه بالـ بالبزنس باداره الاعمال تعلم في بحوثها وبرامجها وانا دخلت في هذه التجربه اللي تعطيك ان انت كيف ممكن مثلا تساهم وتشارك في في شيء يطور البلد وتصير لك مدخول اضافي ومدخول وتصير انت عنصر فاعل في المجتمع. حتى كميزانية أخي خليفة إحنا مجددا نبارك لكم مرور 25 سنة في مؤسسة قطر ونتمنى لكم من هذا المنبر التوفيق يا رب ونشكرك جزيل الشكر على تواجدك معنا في السيد سيد خليفة عيسى الكبيسي مدير مدير إدارة العلاقات الإعلامية والمكتب الصحفي بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع كل الشكر لك مشكورين شكرا على عطاءات مؤسسه قطر للتربيه والعلوم وهذه دعوه المشاهدين الكرام بزياره المدينه التعليميه أكيد. والتعرف ايضا على مرافقها خاصه قريب اليوم الرياضي وانت جاي في اليوم الرياضي تتمشى ممكن تزور المباني وايضا حديقه الاكسجين بارك وغيرها خصوصا مثل ما تفضلت احمد ان المترو, المترو موجود وتقدر تروح من خلال مؤسسه قطر المشاهدين الكرام استمرين معاكم ولكن بعد هذا الفاصل السلام عليكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل ورح ننتقل الآن إلى زميلنا محمد الحمادي المتواجد في صالة علي بن بن حمد العطية ينقل لنا تفاصيل جلسة نقاشية مع مرشحي لجنة الشباب محمد لك الكلمة مساء الخير. عليكم بالخير اكيد الزملاء في استديو برنامج حياتنا وايضا كل من شاهدنا في هذه اللحظات مساء الخير من خلال وجودنا في الملتقى الشبابي القطري ومن خلال نسخه ايضا تتميز بشعار يا وطني ها انا ذا وايضا اسماء موجودين مرشحين انفسهم وايضا يتمنون انكم تنتخبونهم علشان يوصلون صوت الشباب لوزاره الثقافه والرياضه الساده خديجه بحليق نمسي بالخير سبب الترشح ووجودك ايضا من اجل الشباب نتكلم عن هذا الموضوع طيب في البدايه مساك الله بالخير اكيد معظم شبابنا حاليا نازل للانتخابات وانا منهم اول شيء ايصال صوت الشباب لسعاده الوزير واخذ صوت سعاده الوزير للشباب الشيء الثاني ايجاد بيئه حاضنه للشباب نطلع اصواتها لسعاده الوزير وترفع تطلعاتها في وايد مبادرات على مستوى قطر مبادرات حاليا مش واضحه مش طالعه وما ما قاعده تاخذ جوها لانه ما عندها البيئه الحاضنه فوجودنا بيكون مثل المحفز للشباب أن يطلعون وعلى مستوى محلي وإن شاء الله على مستوى دولي أكيد وأنت خير مثال في ذلك موجودة أيضا خارج دولة قطر لكن كيف تقيمين الشباب اليوم الموجود والعدد الكبير اللي موجود من صباح هذا اليوم اليوم الأول حلو أنا اللي حبيت بجلستنا الحوارية من شوي مع سبعة تقريبا من الأخيرة الشباب لما أنا حلو التشابه والاختلاف في نفس الوقت كلنا تقريبا نتشابه بأمور معينة ونختلف أشياء ثانية كل واحد منا يونيك بتص... بأمور معينة فمثل أنا مختصة بريادة الأعمال ومختصة بالتمثيل الدولي ومختصة بإبراز صورة الشباب داخليا في الدوحة وإن شاء الله خارجيا بس نشتغل على الداخل على أساس نطلعهم بصورة مثلى للخارج وتركيزهم بتكون أحسن على هوية القطرية داخليا وخارجيا شكرا جزيلا على هذه الرسالة نشوفك على خير يا رب نروح ايضا لايضا مرشح اخر حسن العباسي حياك الله نبي نتكلم عن رسالتك اليوم شو اللي راح تقدمه بالنسبه للشباب رسالتي والله لابد من تفعيل دور الشباب لابد من تفعيل دور الشباب برؤيه قطر 2030 وننمي قدراتهم وان شاء الله الله يكتب فيه الخير ان شاء الله يا رب اكيد كل واحد فيكم عنده رؤيه بالنسبه لرؤيتك للشباب ان شاء الله رؤيتي للشباب ان نشوفهم في اعلى المنصات منصات الشبابيه واللي تخدم فيها الشباب. ان شاء الله يعطيك العافيه بالتوفيق ننتقل لاسم اخر ايضا موجود استاذه ساره الكواري حياك الله نتكلم استاذه ساره المري شيخ المري حياك الله لنا اسامي كثيره موجوده حياك آه. يعطيك العافيه استاذه شيخ المري نتكلم عن اسمك اليوم شو اللي راح يضيفه بالنسبه للملتقى وبالنسبه للشباب؟ آم ان شاء الله اني اكون اضافه جديده لل للجنه واكون يعني نوع اني اعزز الحوار بين جميع أط اطياف المجتمع وخصوصا الشباب ويكون عندنا جراه في آم آم نقاش قضايا المجتمع. ومن ناحية ايضا شو اللي راح تضيفينه من ناحيه الشباب؟ يعني تطلعاتهم، امنياتهم، آم شو اللي نقول غير موجود تتمنين انه هو يكون موجود؟ أتمنى إن يكون موجود أشياء يعني تعزز مثل ملتقيات أو فعاليات تعزز من الهوية وتعزز من الهوية الوطنية والدين وأيضاً تعزز اختلاف الهوايات واختلاف الأفكار وإن الجميع يقبلها المجتمع والدين يسر ويقبل الجميع وهذا راح يزيد جمالية من مجتمعنا ويعني يزيد عليه الثقة. وتنوع وجماليه. نتكلم ايضا وجودك خارج قطر يشكل اضافه، نتكلم عن الزياره ان شاء الله القادمه بالنسبه لنيويورك. ان شاء الله باذن الله راح اروح نيويورك لاهداف الاس دي جيز الاهداف العالميه للاستدامه اللي هي متنوعه ان شاء الله اتمنى ان اكون خير سفيره لمجتمعي والديني والنفسي ان شاء الله بس حابه ان ان شاء الله رحلتي لنيويورك هي اول مره من نوعها ان شاء الله اني اقدر اخذ من خلال اللقاءات المتنوعه والنقاشات المتنوعه اخذ الاستفاده وان شاء الله يعني اساهم ان اطور مجتمعنا ان شاء الله بالعكس كل الكلام اللي قلتيه أكيد يشكل إضافة بالنسبة للمجتمع وكلهم خير سفراء بالنسبة لقطر يعني في من يتردد بأنه هو يقول عبارة يخاف إنه فعلًا يظلم نفسه من ناحية أخرى كل واحد فيهم مبدع كل واحد فيهم مودة أنه هو يعطي الوطن بشكل كبير جدا أسماء كثيرة موجودة نتمنى لهم التوفيق والعودة للزملاء لاستديو برنامج حياتنا محمد كل الشكر لك على تغطيتك من صالة علي بن حمد العطية ونتمنى التوفيق أكيد لكل الشباب وننتقل زميلنا سلمان إلى فقرتنا الختامية في هذه الحلقة طبعا في إطار الاهتمام بإحياء الفنون الشعبية المرتبطة بالتراث القطري والعربي الأصيل تشهد ساحاتنا الثقافية خلال هذه الأيام انطلاق فعاليات ونشاطات بيت القصيد المتنوعه. نعم اخوي احمد حيث يسعى بيت القصيد لاقامه مختلف الفعاليات والفنون الثقافيه والشعبيه القطريه والخليجيه التي تعرض تعرض لجمهور التراث القطري. طبعا الحديث اكثر عن فعاليات بيت القصيد يسعدنا ان نستضيف السيد محمد حمد دحابيب المري مسؤول العلاقات العامه لبيت القصيد مساك الله بالخير واحد طبعا الشباب الفاعلين حياك الله معنا في برنامج حياتنا. يا مرحبا استاذ احمد. احنا سعداء جدا بتواجدك اخوي محمد بدايه لو نتكلم عن ابرز الفعاليات الثقافيه والتراثيه اللي يقدمها مكتب بيت القصيد. طبعا بيت القصيد بيت هو مكتب مكتب على فنون شعبيه وراح يقدم فن العرضه القطريه وكذلك يقدم المحاور الشعريه وكذلك يقدم امسيات الشعر النبطي ويقدم فنون اخرى مثل فن الدبكه لاخوان المغرمين وكذلك فن القزوعي وكذلك فن الدحة وفنون أخرى شعبية إذا هو خلينا نقول مركز متكامل يلبي احتياجات المجتمع وأيضا المقيمين في دولة قطر تتوقع شنو أهمية هذه الفعاليات اللي أنتم تقومون فيها يعني من أجل إحياء التراث القطري وأيضا للمقيمين؟ والله من أهمها أن في بعض الشباب ما يعرف عن التراث الآباء شيء للأسف يعني وهذا اللي نقدمه يحيي التراث القديم حتى في بعض الناس اذا جاءوا الكبار كبار السن يشوفون يذكرون اشياء قديمه ويخبرون باشياء يعني كانوا يسوونها وبعض الفعاليات وبعض الانشطه يعني احنا حتى انا اتفاجئ فيها صراحه كبار السن خلينا نتكلم اخوي محمد على الاقبال شلون نشوف اقبال المجتمع بشكل عام وتفاعلهم مع هذه الفعاليات الثقافيه المختلفه سواء الالكترونيه الشعبيه وحتى من الدول العربيه والله ما شاء الله هذه السنه الثانيه لنا في كتاره ومشاركتنا معهم في فعال في اقبال كبير من اخواننا المقيمين ومن الشباب القطريين وخاصه في بعض الشباب يجي بيشارك لان يعني تعرف الحين هذه السنه هذه معهم واحنا الحين دشنا صفوف حق بيت, بيت القصيد صفوف قطريين نعم شو اللي تقدمون يعني انتم الان متواجدين في كتارة خلينا نتكلم اكثر عن التفاصيل اللي انتم قاعدين تقدمونها للمجتمع وايضا الزوار والله اكثر اللي احنا نقدمه خاصة في شعبية كتارة نقدم المحاورة الشعرية وكذلك نقدم العرض القطرية وفيه ان شاء الله الدبكة ولكن الدبكة شوي تاجلت. جميل تكلمت اخوي محمد عن المحاورة الشعرية وممكن فئة كبيرة من رواد بيت القصيد مهتمين بهذا الموروث نتكلم عن المحاورة الشعرية اكثر ودوركم في ايصال هذا التراث للمجتمع. طبعا المحاورة الشعرية هي محاورة تكون بين شعرين مم. يكون في موضوع يا يعني موضوع اجتماعي او اي موضوع كان احنا يعني اول فعاليه لنا كان في بيت في شعبيه كتارة كان يتكلم عن موضوع اجتماعي مهم واللي هو حوادث سيرين ما شاء الله وكان الشعرين كان يتكلموا في الموضوع تقدموا بعض الحلول وبعض الاشياء من خلال محاورة شعريه من خلال المحاورة الشعرية. شعرية يعني حلو. ولكن اشياء بسيطه يعني حتى المتلقي يفهمها شلون تفاعل المتلقين مع المحاورة الشعريه اللي ممكن تلابس قضايا معاصره في المجتمع والله اقبال كبير واكثر الشباب ما شاء الله عليهم يعني يلقطها على طول على طول يعني ما شاء الله هني يحتاج نفس ما قلت لنا ان الواحد يكون يلقطها على طول ويكون عندها سرعه النباهه <تزوط البدية> واستحضار مثل هذه المواضيع احنا نتكلم الان اخوي محمد عن ايضا عنصر الشباب القطري ودوركم في توعيته وايضا خلينا نقول نخلق عنده نوع من هذه الفعاليات اللي انتم قاعد تقدمونها. والله دور الشباب الغطيل ما شاء الله ترى موجودين وفعالين يعني اكثر دور الشباب في الشعر النبطي والاشياء اللي يفاجأ الجمهور ما شاء الله يعني عندنا شباب موجودين مبدعين في فن القلطه مبدعين في فن نبطي وكذلك مبدعين في الفن الفصحى. ما شاء الله ولكن للاسف يعني هم ما ادري ليش ما يطلعون في الاعلام. فن القلطة بس خلينا نتكلم عن فن فن بتفاصيله تفضل. يعني انا ما ادري ليش ما يطلعون يعني. في الاعلام يعني هم مبدعين في كل مجالات في مجالات الشعر. انت يعني تعرف الشعر في فصحى في نبطي في فن القلطة جميل. اخوي محمد خلينا نتكلم عن نقطه مهمه وهي الصغار في العمر الاجيال القادمه، هل لهم نصيب من برامجكم في بيت القصيده وحتى تشوفون حضورهم لهذه الامسيات؟ والله حضورهم كبير وحنا حن في صدد اعمال خطه لهم نحن ان شاء الله راح في المستقبل راح نسوي اكاديميه مم. تخدم بيت القصيد وتخدم هذا الشباب القادمين ويعلمونهم جميع الفنون كيف ينظم مم. القصيده وكيف يكون حتى في بعض الشباب يكون يبي يتعلم الرزف لا. عشان فن العرض. العرضه العرضه وراح عندنا فيه ناس يعلمون فن الرسم. العرضه القطريه العرضه القطريه نعم جميل نعم وهذا الشيء بعد يقودني الى دعم اخوي محمد اكيد العديد من الموهوبين الموجودين في دولتنا الحبيبه قطر سواء كانوا في ايضا المدارس او حتى في الجامعات او حتى يجونكم احيانا في الفعاليه وتشوف انه والله هو موهوب في الشعر او في العرضه او حتى في الدبكه او المحاوره الشعريه هل تقومون مثلا بنوع من التعاون مع المدارس ل احتضان مثل هؤلاء الموهوبين الشباب في بيت القصيد؟ والله احنا يعني دائما نتواصل مع المدارس والنشاط هذا مش من عندنا جزاهم الله خير ترى وزاره الثقافه كذلك دائما تواصل مع المدارس وحنا وياها ك... يعني وجهين لعبله واحده اكيد احنا نساعد احنا وياهم لاظهار هذا الموروث حتى للشباب وتعليمهم اياه جميل وفي ناس مبدعين وناس ان شاء الله راح تفاجئون فيهم في المستقبل. جميل باذن الله. محمد يعني احنا في قطر خلينا نتكلم عن نفسنا كمجتمع قطري اول ما نسمع بيت القصيد ممكن يجي في بالنا الشعر النبطي، فخلينا نتكلم عن جانب الشعر النبطي اللي اكيد الاكثر اقبالا عندنا في مجتمعنا القطري. طبعا اما بالنسبه للشعر النبطي احنا عندنا اتفاقيه مع مؤسسه رفاق وكذلك نظمنا لهم اكثر من امسيه شعريه. وكانت امسيه مبدعه مبدعين خاصه الشعراء اللي موجودين فيها ما شاء الله واحنا دائما فيه صدد ان شاء الله اتفاقيات مع اكثر من مؤسسه احنا نقيم لهم امسيات شعريه هل عندكم شعراء مثلا من بيت القصيد شفناهم مثلا في الاعلام او شفناهم في فعاليات كبيره على مستوى الدوله والله الشاعر هو اللي يطلع باسمه احنا ما نطلع حد يعني هذه الموهبه تكون موجوده عند الشاعر ولكن احنا ممكن ننميها تدعمون هذه احنا ندعم كل الشعر نعم نحن بن ايضا نوجه ايضا رساله للمشاهدين الكرام حول طريقه التواصل معكم لو انا حاب مثلا انضم تحت بيت القصيد وايضا اتعرف على فعالياتكم هل لديكم مثلا مواقع للتواصل الاجتماعي و او مقر ل خلينا نقول تواجد الشباب معكم في بيت القصيد. احنا موجودين عندنا حسابات في السوشيال <applause> ميديا في تويتر انستغرام وكذلك سناب شات وعندنا مقرنا في كتاره. جزاهم الله خير أخواني في قتاره، دعمونا بالمقر في مبنى 19. في مبنى 19 في قتاره موجودين وممكن تتواصلون مع اللي حاب ينضم لكم. وحساباتنا موجوده، يعني الواحد عنده صعب انه يتواصل معنا، حساباتنا موجوده نتواصل معنا في اي ساعه. يقدر يتواصل معاكم على التواصل الاجتماعي، ختاما اخوي محمد فعالياتكم المستقبليه ان شاء الله في بيت القصيد. فعاليات مستقبليه ان شاء الله احنا راح ان شاء الله نقدم جميع ما يخدم الثقافه في قطر والان احنا عندنا ست فرق موجوده عندنا ونطمح ان شاء الله في المستقبل تكون عندنا 20 فرقه عشان نغطي جميع الفعاليات الثقافيه في دوله قطر وخاصه في كاس العالم باذن الله عارف. الله يعطيك العافيه ضيفنا الكريم السيد محمد حمد الدحابيب المري مسؤول العلاقات العامه ببيت القصيد شكرا على تواجدك معنا اليوم في برنامج حياتنا وطبعا اخوي سلمان احد طبعا المراكز الشبابيه اللي تدعم الشباب وايضا تحتضن الموهوبين وتلبي احتياجاتهم في مجال الشعر وايضا مثل ما قال اخوي محمد في مجال العرضه هم متواجدين لاجل الشباب لاجل احياء التراث الثقافي القطري بينهم. اكيد اخوي احمد مشاهدينا الكرام بهذه الفقره نكون وصلنا تقريبا الى ختام حلقه اليوم من برنامج حاتنا، هذه الحلقه اللي تكلمنا فيها في العديد من المواضيع، استضفنا فيها الجمعيه القطريه للسرطان، وصلنا الى مرور 25 سنه في مؤسسه قطر للتربيه والعلوم وتنميه المجتمع، وختمناها مثل ما شفتوا مشاهدينا الكرام مع بيت القصيد. والموروث الشعبي احمد شكرا لك اخوي سلمان وايضا مشاهدينا الكرام شكرا لكم على تواصلكم مع برنامج حياتنا لنا لقاء يتجدد غدا باذن الله تعالى نشوفكم على خير مع السلامه